جاءت الأشاعرة ويردهم بعض السلف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أنهم مخانيث المعتزلة. لما؟ لأنهم أثبتوا الأسماء وسبع صفات فقط، أما بقية الصفات فقد نفوها. لماذا أثبتتم هذه الصفات السبع دون غيرها؟ قالوا لأن العقل يدل عليها، مجموعة في قول القائل حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. كيف رتبتم لهم ترتيب معين أوصلهم إلى أن يثبتوا هذه السبع؟ ويرد عليهم بأن هناك من هذه الصفات التي نفيتموها دل عليها العقل، وهؤلاء هم مخانيث المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله.